السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع وهران وبالضبط في مدينة وهران لنقف على العملية الجديدة التي تم الانطلاق فيها البارح في حي العقيد لطفي، واللي سوف تغير من وجه تاع المدينة وتكون كحي مثالي، يعني كنموذجي، حي نموذجي من ناحية يعني التهيئة العمرانية ومن ناحية يعني التنظيم نتاع الطرقات والواجهات نتاع العمارات المحاذيه، يعني لي بينيون، سكون ابل لي بينيون، يفو تريتي هاد لي بينيون، يفو لي تريتي يعني بطريقه علميه وبطريقه عصريه وباستعمال مواد مقاومه تتناسب مع المتطلبات نتاع يعني لي سوليسيتاسيون نتاع هذا النوع من التغليفات. اذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذه التهيئة الجديدة بحي العقيد لطفي بمدينة وهران، والسلام عليكم.